بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكملين على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، هناك قصيدة ينشدها أحمد بن عارف العباسي، وقد حباه الله عز وجل صوتا جميلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الصوت بالقرآن أفضل من أن يقوم بإنشاد هذه القصائد التي فيها المخالفات الشرعية التي تصل أحيانا إلى الشرك، وسأوضح ذلك من غير أن يغضب أو أن يزعل أحد، فالحق أحق أن يتبع. وأقول له أنا وأنت نلتقي في النسب سويا، فأنا أيضا عباسي، شايق عباسي، والحمد لله رب العالمين. وإنما هو ابن عم ينصح ابن عمه لما فيه الخير، عسى الله يجمعنا جميعا في جنات النعيم. القصيدة يقول فيها بصوته الجميل: بموليدك ازدهى البلد الحرام وأضاءت منه بصرة والشام. نقول هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، وكل ما روي في ذلك باطل لا يصح. قبل ذلك يقول: بنورك بدد الله الظلام. ونقول هذا أيضا كلام فيه إجمال، إذا كان يقصد بالنور هو نور النبوة فلا مانع، أما إذا كان يقصد بالنور نور الخلقة ويذكرون فيه حديثا موضوعا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فنقول هذا القول من هذه الجهة باطل، والحديث موضوع ولم يذكره أي من دوين السنة، هم ينسبونه للمصنف عبد الرزاق، ونقول مصنف عبد الرزاق موجود ومطبوع ولا تجدونه فيه. طيب، وأيضا بموليدك يقول: ساد الصحبة في الدنيا الوئام. نقول: ما علاقة المولد بالوئام بين الأصحاب؟ وبين المولد والبعث 40 سنة، وكان الصحابة يضرب بعضهم بعضا قبل الإسلام ويغير بعضهم على بعض، وأخبارهم معروفة، والجاهلية الجهلاء معروفة، تقوم حرب 40 سنة من أجل ناقة، وينزو الرجل على المرأة إلى غير ذلك، ويعيدون البنات إلى غير ذلك. فأي الوئام؟ إنما ساد الوئام بنزول القرآن: كنا أمة ترعى الغنم فلما نزل علينا القرآن أصبحنا نرعى الأمم. كنا أمة جاهلية فلما نزل القرآن قال الله عز وجل فينا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وصار نبينا لما نزل عليه القرآن أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وصار ديننا أفضل وخاتم الأديان، ورسالتنا خاتم الرسالات. فهذا ما يجب تحريره أولا، ونضف إلى ذلك. ثم يقول أيضا: محى الله الكريم بك الخطايا. نقول هذا الكلام يحتاج لبيان. النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري اسمه الماحي، قال: محى الله بي الكفر. أما خطايا الناس باقية، بدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فتقع من الناس الخطايا، وتقع منهم البلايا، وتقع منهم هذه. قال: وجنبنا الردى والانقسامة. نقول هذا الكلام غير صحيح، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى 72، والمسلمون اتفقون على 73 فرقة، كلهم في النار إلا ما عليه أنا وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا النجوم أمانة للسماء، فإذا ذابت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، إذا ذابت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: دعوت ربي 3 فاستجاب 2 ولم يجبني 1، دعوت ألا يأخذهم بسنة عامة، يعني بجوع قحط يشمل كل بلاد المسلمين، فاستجاب لي، ودعوتهم ألا يسلط عليهم عدوا من خارج ما استأصلوا شعفتهم، ودعوت ألا يلبسهم شيعا ويسبي بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض، فلم يستجب الله تبارك وتعالى لي. فدل ذلك على خطأ ما قاله في هذه القصيدة، والله المستعان. وأضف إلى ذلك ما كان في ختام القصيدة حقيقة من الاستغاثة والاستعانة الشركية، فقال: جئتك أبا الزهراء، جئتك بامكسال، فجنبني الردى وأقل عثاري. من الذي يجنب الردى؟ ومن الذي يقيل العثار؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع
هذا من الذي يجيب هذا؟ من الذي يجيب المضطر؟ من الذي يرفع الضر؟ هذا الله تبارك وتعالى، وليس المصطفى بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو الذي حذر من ذلك، وهو الذي وضح مثل هذه الأمور، فحذر من لما قالت المرأة عند البخاري في نبي على ما في غد، قال لا والذي نفسي بيدي ما على ما أدري ما يفعل بي غدا، ثم قال أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ثم يقول أيضا في الاستغاثة المذمومة التي فيها من الشرك ما الله به عليم وخذ بيدي الله اعتصاما رسول الله حسبي أني أن أنادي على الأحداث باسمك يا عتاد نعوذ بالله نحن وضحنا الآيات من الذي وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين لا ينادى إلا بسم الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير من الذي ينادى عليه وقد جردت منك على علي إذا راموا الأذى سيفا حساما حباك الله مشرف صار جواب وآل البيت وصحب قبل وقطب الوقت بدا وقت هذا أبو الشرك قطب الوقت من الذي يقصد به قطب الأوقات يقصد به من يسمون بأقطاب الأرض من البشر والذين يسمونهم بالأولياء إلى غير ذلك نقول هذه القصيدة فيها ما فيها من الشرك كما وضحنا وأتمنى من هذا المنشد الكريم الفاضل جزاه الله خير أن يهتم بالقرآن وأن يحفظ القرآن وأن يجود القرآن وكما مر عبد الله مسعود على زازان بزي أخت الراء والزاد الثاني أخت الدال فقال ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن لو يحول المسار ويحول الفاصلة to change the compass يحولها للقرآن ينفع الله به كثيرا أفضل من هذا الإنشاد الشركي الذي لا يقرب الإنسان من رضا الرحمن بل يبعده عن رضا الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل يبغض الشرك ويكرهه تبارك وتعالى ويحب الإيمان ويحب التوابين ويحب المتطهرين قال صلى الله عليه وسلم في آية 31 من سورة آل عمران آية المحنة لقوم زعموا حب النبي فابتلاهم الله بهذه الآية كما قال حسن البصري سيد التابعين وواعظ الواعظين
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.